اهلا بيكم في درس جديد على قناه كمبيوتر تكنولوجي. النهارده هنتكلم على اخر حاجه في التنسيقات، وطبعا دي بعد ما خلصنا يعتبر الدلالات المهمه. في ناس سالتني لو انا عندي زي كده شغل محاسبه، ميزان مراجعه سنوي، قائمه دخل، مركز مال اللي هي الميزانيه العموميه، او مثلا زي ما شايفين الاستاذ العام. طبعا عندنا قائمه اليوميه الامريكيه اللي بتبقى سنويه، فبنعمل اكتر من واحده اللي هي على مدى 12 شهر. فزي ما شايفين الكلام ده كله اللي انا عايز اعمله اربطه ببعض. اول حاجه بالنسبه لليوميه الامريكيه، البيانات بتاعتها هتكون معموله على بعض بيست لينك، يعني اليوميه الامريكيه الاساسيه بتدخل فيها البيانات وبتعمل اكتر من شيت على عدد الشهور، بس البيانات هتكون مش بتاخدها كوبي، هتاخدها كنترول سي مش كنترول في، هتاخدها عن طريق بيست سبيشال، وبتختار مثلا زي كده اي رقم وليكن اي حاجه زي كده مثلا، وتروح على حاجه اسمها بيست لينك عشان يبتدي يربط لك البيانات ببعض. طبعا دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه لو انا دلوقتي شغال في القائمه بتاعتي وحاولت اغير زي ما شايفين اي رقم وليكن في اليوميه الامريكيه 2، وغيرت اي رقم او اي بيانات مثلا في المدين والدائن، هتبتدي تسمع معايا زي ما شايفين كده برضو في اليوميه الامريكيه الاساسيه، وهتبتدي تروح للاستاذ العام اللي هو طبعا جاي من اجماليات اليوميه الامريكيه، وهتسمع في قائمه دخل، هتسمع في كل حاجه لان كل البيانات معموله مع بعض بيست لينك. طب بالنسبه لحاجه تاني برضو الناس سالتني عليها، التثبيت. لو انا عندي قائمه زي كده عايز اثبتها بحيث اول ما هتحرك ما افضلش مثلا انا دلوقتي بدخل بيانات الاصول او بيانات، طبعا اليوميه الامريكيه بتبدا مثلا باصول ثابته وما الى ذلك، وطبعا اوراق القبض والوحدات المخصصه وما الى ذلك والكلام ده كله. انا دلوقتي عايز اتحرك فبلاقي الجدول بتاع البيانات بتاعت القيود الاساسيه اللي هي والقيود اللي انا بعملها في الاول بشكل يوميه بتتلخبط معايا ومش بشوفها بتختفي. فهنروح عند فيو، ومن فيو بنروح عند حاجه اسمها فريز بانل. لو دوست ان فريز ابتدت اتحرك زي ما شايفين اختفت، فانا بدخل البيانات انا متلخبط زي ما شايفين اليوميه الامريكيه التصديرات بتاعتها طبعا زي الجداول وما الى ذلك بتكون كبيره جدا، فانا متلخبط انا مش عارف دلوقتي انا بدخل الرقم ده صح ولا لا. ولو طبعا رقم واحد اتغير فالاجمالي بيتغير، فده كله بيأثر على بعضه وبيبوظ لك الشغل بتاعك. فكل اللي هعمله اقف على اول خليه مثلا، افتكر معايا اول خليه مثلا وليكن مثلا ايه واحد، وبروح عند فريز بانل. عندنا فريز الرو او الكولم يعني مستوى الصف على مستوى العمود. بالنسبه للقائم والجداول بتضطر تثبت صف وعمود. فزي ما شايفين كده التثبيت بتاعنا مجرد ما بتحرك بيبتدي حرك معايا البيانات بتاعتي من غير اي مشاكل. تثبيت بدوس ان فريز. عندنا برضو واحد تاني بيسالني بيقول لي لو انا عايز اشتغل على اكتر من شيت او ابتدي اقسم الشيت بتاعي على جزئين بحيث التغييرات تكون على اكتر من حاجه، فبروح عند سبليت. زي ما شايفين كده بيبتدي يقسم لي الشغل بتاعي زي ما شايفين على اكتر من شيت، وابتدي اقسم واشتغل فيه واتحرك فيه بشكل اسرع من الطريقه التقليديه. طبعا مجرد ما بضغط انا كلمه سبليت بيبتدي يلغي معايا التاثير. عندنا البريك بيج بريفيو عشان يجيب لي العرض بالكامل، والنورمال اللي هو العرض الطبيعي. حاجه مهمه جدا، في واحد بيقول لي لو انا عايز اعمل قائمه تربط لي كل القوائم التانية في الشيت عشان ما اقعدش اتنطط زي كده عندي اكتر من شيت، ومش كل شويه اقعد اروح للشيت ده، اروح للاستاذ العام مره، اروح لقائمه الدخل مره، واتلخبط والدنيا تبوظ معايا. ممكن ابتدي اعمل شيت عام او اسميه الرئيسي مثلا زي ما شايفين كده، والشيت ده مثلا تعالوا نبتدي نعمل فيه شويه تنسيقات، هنبتدي نحدده مثلا كله ونبتدي نديله اللون ده مثلا، واللون ده انا ممكن اعمل فيه اي حاجه اربط بيها. طب ازاي الكلام ده كله؟ هبتدي في اول ركز معايا اعمل مثلا ازرار. ازرار دي بجيبها مثلا من انسيرت اد، من انسيرت بعد كده الستريشن، وابتدي اعمل شيبس او ادوس على الشيبس. ممكن اخليها ازرار وليكن شكل الازرار دي، فدي مثلا زر معايا اول واحد وليكن مثلا سبع ازرار، فابتدي زي ما شايفين كده الزرار بتاعي ممكن اديله شويه تنسيقات عشان انسخه بالتنسيقات بتاعته. اول حاجه مثلا وليكن عايزين نغير الفيل شيب، عايزين نغير لو ليه اوتلاين، عايزين نعمل له اوتلاين معين. طبعا انا مش فارق معايا قوي التنسيقات، خلينا في التنسيقات الاساسيه. ممكن برضو نديله افكتات، طبعا الافكتات دي بيكون شكلها ظريف، ظل زي ما انتم شايفين كده ابتدى يظهر ورا الشيب لو تلاحظوا في شادو. فيعني عندنا اكتر من حاجه، انا وليكن مثلا الشادو ده ممكن ابتدي برضو اضيف فيه حاجات او اشكال بارزه برزنتيشن. انتم شايفين اكتر من شكل حلو شكل الجلو افكت ده. انتم شايفين انا ممكن اعدل في شكل الشيب بتاعي على اي هيئه تعجبني، طبعا شكل ظريف جدا ايا كان. وابتدي جواه اكتب تكست معين وليكن مثلا ميزان المراجعه السنوي. هبتدي طبعا اتحكم بالوضعيات بتاعته، عايز اخليه النص بتاعي تحت فوق في النص زي ما انتم شايفين كده، انا شايف ان مكانه مناسب في نص الزرار بالظبط. وطبعا جوه نفس النص ده انا ممكن انسق النفس نفسه عشان شكله مثلا ده تقليدي جدا، انا عايز خط مختلف وليكن اي خط مثلا، وابتدي اغير الحجم. وطبعا ممكن ابتدي اضيف شويه افكتات واشكال عليه، يعني زي ما شايفين الموضوع مفتوح انا اللي بتحكم فيه زي ما انا عايز. طبعا زي ما شايفين بختار اي لون او اي تنسيق للخط، وابتدي اخد الشيب ده نفسه مثلا كنترول سي او كوبي كنترول في، وابتدي اكتب الاسم الجديد وهكذا. طبعا فهنبتدي نعمل بقيه القوائم مع بعض، فتابعوا معايا. زي ما شايفين كده بقى عندنا صفحه منسقه، ممكن ابتدي اتحكم بالاحجام بالاماكن بالظبط بتاعت كل زرار. طبعا اقف على خليه بعد كده كليك يمين ولينك، ومن خلالها ابتدي اقدر اربط الخليه بتاعتي دي باي شيت انا عايزه، حتى لو ورك شيت خارجي. طبعا وليكن مثلا زي ما شايفين كده الورك شيت ده عندنا اول حاجه ميزان المراجعه، ودي اكتر حاجه بتستخدمها ان انت بتربطها باكتر من شيت داخل نفس الورك شيت او نفس ورقه العمل الرئيسيه والاكسل بشكل عام. وبعد كده اوكي. بعد كده نروح للثانيه لينك، نفس النظام قائمه مركز مالي. زي ما انتم شايفين كده بقى عندنا الصفحه بتاعتنا الغريبه دي،
فيعني شكلها كويس. لو دوسنا على ميزان المراجعة أو قبل ما ندوس حتى بيظهر معانا لينك المسار بتاع الفايل ومعلومات عن الفايل، لو دوست عليه ضغطة واحدة زي ما شايفين حولني على ميزان المراجعة. ممكن من خلال ميزان المراجعة أعمل في كل واحدة منهم زرار يرجعني تاني على القائمة الرئيسية اللي هي شيت، أو تعالوا نعمل لها رينيم مثلا نسميها أساس الدفتر مثلا، يعني أساس الدفتر. وطبعا كلمة أساس الدفتر دي عبارة عن شيت. تعالوا مثلا في ميزان المراجعة نبتدي نعمل اي برضو زرار زي كده، او حتى مش لازم زرار، لان شايفين اساس الدفتر لينك، فابتدي اروح عند اساس الدفتر اوكي، عشان لو كل ما اروح عشان لو رحت لاي قائمه ما اضطرش ارجع بالاسهم، ادوس على كلمه اساس الدفتر هتروح على طول هترجعني للحاجه اللي انا عايز. قائمه المركز المالي نفس النظام. طبعا بعد ما كملنا وكتبنا كلمه اساس الدفتر في بقيه القوائم عشان بس الموضوع ما يطولش معانا، هنروح لميزان المراجعه اللي شايفين اساس الدفتر هنا. طب الشكل غبي ده، هنا اصلا البيانات بتاعتي مش هينفع اسيب الكلام ده هنا، فانا كنت اعمل هنا ميرج للخلايا. معنى احيانا وانت بتشتغل فطبعا الشغل بتاعك ايا كان بقى شيت النظام بتاعك ايه، ممكن تحتاج زي كده تخلي بيان رئيسي وتاخد فيه خليتين مع بعض، لان احنا هنا مقسمينها مدين دائن، فبدل ما الحته دي تكون فيها مدين دائن ده مجناهم في اسم الحساب. ممكن زي ما انتم شايفين هنا في نفس الخليه الغي الدمج ده. زي ما انتم شايفين كده بنروح على الخليه بتاعتنا وبعد كده هوم وبنروح عند ميرج. طبعا انا كنت عامل ميرج فقول له ان ميرج، او ممكن زي ما انتم شايفين احدد الخليه بتاعتي زي كده وابتدي ادوس هنا زي ما انتم شايفين ميرج سنتر او ميرج سيل. زي ما انتم شايفين ميرج سيل يعني انا اكتر من طريقه، وابتدي زي ما انتم شايفين بيبتدي كل ما بختار طريقه معينه يبتدي يدمج لي خليه بالشكل معين. طبعا ادوس له انري ان ميرج ابتدي ارجع الشكل بتاعي. ممكن اسحب الخليه زي ما انتم شايفين كده، انا عايز اسم الحساب مثلا يكون تحت زي ما انتم شايفين بين المدين والدائن، ابتدي هنا مثلا اكتب اساس الدفتر، واجي عند اساس الدفتر زي ما انتم شايفين كده ابتدي اعمل له لينك. زي ما انتم شايفين نفس النظام كده عملت في الاستاذ العام، ونفس النظام في كل القوائم تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. مجرد ما زي ما انتم شايفين كده هتروح لاي زرار هيدخلك على القائمه بتاعتك. انا بس بحاول اوريك الفكره، انت ممكن تعدل على الجداول زي ما انت عايز، لو انت مش عايز تخليها عند البيان عايز تخليها زرار لوحدها في الشيت في اخر الشيت خالص زي ما انت عايز. انا بقول لك يعني افكار مش اكتر، زي ما شايفين هي مكانها طبعا هنا غلط، فانا بقول لك بس الافكار بتاعتها بتكون ازاي والتنسيقات هتشتغل على اساس ايه. فزي ما شايفين كده دي ازاي تربط اكتر من شيت ببعض عن طريق اللينك، او ان انت تعمل زرار زي ما شايفين وصفحه كامله للتنسيق وتسميها اساس الدفتر او الاساس او بدايه السنه مثلا او ايا كان. طبعا ده لو شغلك محاسبه. وعلى ما اعتقد كده التنسيقات الاساسيه زي فريز وميرج ولينك عرفناهم في الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الشرح يكون عجبكم، لو انت استفدت متنساش لايك وشير وسبسكرايب.